تحية طيبة لكم مشاهدينا، نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية. أهلا بكم إلى أبرز عناوينها. تحضيرا لخليج 25، وزير التخطيط يوجه بتوفير المتطلبات اللازمة، والشباب والرياضة تؤكد استعداد البصرة لاستقبال العرس الخليجي. قبل يومين من غلق باب الترشيحات لانتخابات اتحاد الكرة، شرار حيدر يمتعض من درجال وعلي جبار ويقدم أوراق ترشيحه رسميا. خلال مؤتمر صحفي، المسابقات تحدد موعد انطلاق 3 بطولات بينها الدوري الممتاز للموسم المقبل. مصر تبلغ ربع نهائي كرة القدم للرجال، والسعودية تودع بهزيمة 3 في أولمبياد طوكيو. إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه وزير التخطيط خالد بتال بتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاز المنشآت الرياضية والخدمية تحضيرا لاستضافة بطولة خليجي 25 في البصرة. بتال وخلال زيارته المدينة الرياضية في البصرة وبرفقة المحافظة سعد العيداني، وجه بتوفير متطلبات إنجاز المنشآت التي لم تكتمل، ومنها الطريق السريع الرابط بين المدينة الرياضية ومطار البصرة الدولي، تحضيرا للعرس الخليجي الكبير. إلى ذلك، أعلن مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكناني استعداد المحافظة لاستقبال خليج 25 المقررة في 24 من كانون الأول المقبل. وقال الكناني أن محافظة البصرة مستعدة لاستقبال البطولة، حيث فنادق المدينة 8 بالبصرة خصصت لإقامة الوفود الرياضية المشاركة، كما أن وزارة الشباب والرياضة شرعت وبالتعاون مع محافظة البصرة بتجهيز الفنادق وتأهيلها لأقل منذ شهرين. وأشار الكناني إلى أن الطريق المؤدي من مطار البصرة إلى ملعب البصرة الدولي سوف يتم إكماله خلال شهر ونصف، مبينا أن ملعب الميناء الأولمبي وصل نسبة الإنجاز به إلى 90%، وقبل انطلاق البطولة سيكون قد اكتسب نسبة الإنجاز منه 100%. أعرب رئيس نادي الكرخ المرشح لرئاسة اتحاد الكرة شرار حيدر عن امتعاضه للأسلوب المتبع من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قبل الانتخابات المرتقبة لرئاسة اتحاد الكرة. وقال حيدر أنه لم يحصل سوى على تثنية واحدة فقط من نادي الحسين قبل يومين من غلق باب الترشيحات، فيما كان المطلوب الحصول على 4 تثنيات من الأندية والهيئة العامة للاتحاد ليتسنى له ترشيح لمنصب الرئيس، نافيا في الوقت نفسه انسحابه من السباق الانتخابي على رئاسة الاتحاد. وفي السياق ذاته، قدم نائب رئيس الاتحاد السابق علي جبار أوراق ترشيحه رسميا لمنصب نائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، فيما قدم أيضا رئيس نادي أربيل عبد الله مجيد أوراق ترشيحه رسميا لمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد. كشفت مصادر مقربة من الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم أن اختيار ملعب للمنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022 لم يحسم حتى الآن. وبينت المصادر أن الهيئة خاطبت الاتحاد الدولي لأكثر من مرة بشأن إيقاف العمل بقرار نقل مباريات المنتخب الوطني الذي اتخذ في تشرين الأول من عام 2019 إلى العاصمة الأردنية عمان بسبب الاحتجاجات الشعبية في العراق، حيث ما زال القرار ساري المفعول لدى فيفا، فيما تسعى الهيئة التطبيعية لإيقاف العمل به ليتسنى للمنتخب اللعب على أرضه. وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن قضية تطبيق تقنية فار لا يمكن أن تكون عائقا، أن القضية يتبناها الاتحاد الدولي وبمساعدة الدول التي لا تملك هذه التقنية، فيما يتوجب عليها فقط تحديد الملاعب التي يتم تطبيق تقنية فار فيها.
استهل منتخبنا الأولمبي بكرة القدم صباح اليوم أولى وحداته التدريبية في معسكره التدريبي في كربلاء المقدسة على أديم ملعب كربلاء الدولي استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما والتي ستنطلق في 23 من تشرين الأول المقبل. وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جليل صالح أن المعسكر بدأ صباح اليوم بحضور الجهاز الفني بقيادة تشيكي سكوب مبينا أن المدرب لديه فكرة واضحة عن جميع اللاعبين من خلال متابعته لمباريات الدوري المنقولة تلفزيونيا، مضيفا أن الوحدات التدريبية قسمت بين وجبتين صباحية ومسائية وسيتم إجراء مباريات تجريبية بين اللاعبين لتمييز الأصلح من بينهم، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قرر تقسيم اللاعبين بين وجبتين حيث يتم تدريب كل من 25 لاعبا لمدة 5 أيام. تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية صوب ملعب الشعب الدولي الذي يضيف الآن المباراة الأخيرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم 2020-2021 بين فريقي القوة الجوية والحدود. وتشهد المواجهة في ختامها مراسم تتويج فريق القوة الجوية بدرع البطولة بغض النظر من نتيجة المباراة بعد أن ضمن الصقور لقب الموسم الحالي قبل 5 جولات من ختامه. وتعد هذه المباراة بمثابة إعداد للحدود الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بعدما حل في المركز ما قبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة. إلى ذلك حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل لعام 2021-2022. وقررت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد انطلاق منافسات الدوري الممتاز في 20 من أيلول المقبل، على أن يبدأ الموسم بإقامة كأس السوبر في 15 من الشهر ذاته بين فريق الزوراء والقوة الجوية. كما قررت اللجنة أيضا انطلاق بطولة الكأس في 10 من أيلول المقبل، على أن تبدأ انتقالات اللاعبين في الأول من شهر آب المقبل وتستمر حتى الساعة 12 اليوم 15 من الشهر ذاته. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الكابتن طه زاخولي مشرف فريق نادي زاخو. مرحبا بك كابتن طه في نشرة أخبار الساعة 8 من العراقية الرياضية. السلام عليكم، مرحبا بك، تحياتي لك وقناتكم الموقرة. شكرا جزيلا. بداية، كيف شاهدتم المؤتمر الصحفي الخاص بتحديد مواعيد انطلاق المنافسات للموسم القادم 2021-2022 وتوقيتاتها؟ طبعا هي كبداية جيدة، واحد يعرف بداية الدوري متى، يعني 29، لكن نعم. احنا كأندية، يعني كمدير فريق من اجي اقعد مع ادارة النادي او الكادر الفني لترتيب الفريق، ترتيب اوراق الفريق الموسم المقبل، لازم عندك امور واضحه حتى تمشي عليها. نعم. شوف، راح اعطيك على سبيل المثال، اذا انت تجي تأسس فريق وتاسس فريق وتضيف لاعبين على موجب شنو؟ انه الدوري تاجل لو لا، هاي وحده لازم يكون اكو وضوح. الدوري مجموعه لو مجموعتين، الدوري بدايته ونهايته، هذه كلها تاثر على الانديه. اذا الدوري يقول لك ما يتاجل، اعرف ايش قاعد اسوي. نعم. إذا الدوري تأجيلات مشكلة، احنا عندنا مشاركات، تشوف عندنا تصفيات كأس العالم وعندنا مباريات، 10 مباريات للمنتخب. أنت احسب 10 مباريات للمنتخب، إذا كل مباراة 10 أيام راح منك. نعم كابتن، هو هذا التساؤل اللي نطرحه على حضرتك، أنه في ظل الكم الهائل لمباريات المنتخب الوطني التي ستلاقيه في الموسم القادم من تصفيات كأس العالم وبطولة كأس الخليج وبطولات أخرى خارجية، فبالتالي ربما تؤثر على سير مباريات الدوري الممتاز، هل ستعتمد لجنة المسابقات على نفس الرزنامة وعدم تأجيل مباراة أي فريق يعني يحتوي على لاعبي المنتخب، أم أنه بالتالي ستؤجل مباريات هؤلاء الفرق إلى إشعار آخر وبالتالي يعني أمد الدوري يطول أكثر؟ قلت لك هي يعني لازم أكو وضوح. أول شيء يقول لك البداية الأول والشرط آخر، أنت من تجي تعتمد آلية نعم تقول ماكو تأجيل، بهاي الحالة مثلا أكو أندية ما راح يعتمد على لاعبين منتخب كلها، وأنا أتمنى يعني أكو بعض الأندية اللي أدت تسع لاعب منتخب
ومنهم بعض اللاعبين منتخب بدلاء بانديتهم. يعني اتمنى هذول اللاعبين يتوزعون على باقي الانديه. نعم. نصر مثلا تركيز على ثلاثه انديه فقط، خلينا نقول ان هم الشرطه والزوراء والجويه، وتاجل الدوريات حتى هم يعرفون مثلا يقول له ماكو تاجيل. حتى هاي الانديه ايضا تروح تبحث عن لاعب المحلي مو اللاعب الدولي تعوض مكانه. طيب كابتن طه، يعني انتم من الانديه في الدوري الممتاز واليوم كنتم حاضرين في المؤتمر الذي اعلنت فيه المواعيد، بالتالي من حقكم ان تدلوا باصواتكم في سبيل ابداء الاراء في هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع يهمكم انتم كانديه الدرجه الممتازه تحديدا، لكون اغلب لاعبي المنتخب من لاعبي الدوري الممتاز، وبالتالي اي تاجيل راح ياثر على سير المسابقه. ما هي خطواتكم او ما هي مقترحاتكم للجنة المسابقات؟ لجنة المسابقات مشكورين، هم يعني السبب راح يصير اكو نقاش يعني حوارات بيناتنا، لربما اكو امور انا اديها لهم يستفادون منها، والاول والثاني القرار دي لجنة المسابقات ونفس الشيء راح يبعثون توصيه القرار دي للهيئه التطبيقيه. لكن احنا المفروض هذا الموسم بالذات يكون اكو تعاون مشترك كامل بين الجميع، اذا ما يصير تعاون مشترك بين الجميع الدوري راح يكون اصعب دوري بتاريخ العراق، لان يعني شوف مشاركات المنتخب، واحنا ما نعرف المنتخب راح يلعب على ارضه، يعني راح نلعب بالعراق، اذا صارت مبارياتنا خارج العراق طبعا حنروح ليومين ثلاثه سفر، يومين ثلاثه سفر. يعني هذا راح يزيد الايام، وعندنا بطوله الخليج، عندنا بطوله العربيه وكاس العرب، وعندنا مشاركات الانديه، وما تعرف هي بطوله الخليج اذا تصير بالعراق طبعا احنا كنا نتمنى نقول يعني يعطون فرصه اكثر للاعبين، يعني انت بدل ما تسحب نفس المنتخب ونفس اللاعبين لبطوله الخليج، يعني خلي الدوري يظل يستمر وبطوله الخليج يستمر. طيب. مثلا اسحب كابتن طه، في سؤال اخير يعني سؤال مهم، طه زاخولي هل سيقوم سيقدم اوراق ترشيحه رسميا الى انتخابات اتحاد كره القدم من عدمه؟ نعم الحمد لله، اليوم قدمت اوراقي، كملت كل شيء، يعني رشحت على عضويه الاتحاد العراقي. نعم. كملنا كل الامور، ان شاء الله القادم يكون خير ويكون افضل، هدفنا انه نيتنا انه المصلحه العامه مو المصلحه الشخصيه، نخدم هذا البلد اللي احنا منه وبيه، اللي احنا ولدنا بيه، اللي حق علينا. كل التوفيق لحضرتك ولكل الرياضيين. اذا كان معنا عبر الهاتف سيد طه زاخولي مشرف فريق نادي زاخو، شكرا جزيلا لك. أكد مدرب فريق الزوراء راضي شنيشي لأنه سيحسم موقفه مع الفريق يوم الجمعة المقبل بعد الاجتماع بالهيئة الإدارية للنادي. وقال شنيشي أن الزوراء فريق كبير لكنه يعاني من مشاكل مالية أثرت عليه في الموسم الحالي، وبالتالي قبل الدخول في منافسات الموسم المقبل لابد من توفير ظروف إعداد تليق بحجم وسمعة الزوراء، مشيرا إلى أنه متفهم لظروف الزوراء ولن يغالي في طلباته، مضيفا أن كرة القدم أداة والمال هو يمنح فرصة لتشكيل فريق قادر على المنافسة، أما في ظل التراجع المالي فمن الصعب تكملة المشوار. أفاد مصدر مقرب من نادي الطلبة أن الإدارة فتحت باب التفاوض مع المدرب الشاب أحمد صلاح لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الموسم المقبل. وقال المصدر أن الإدارة طرحت ثلاثة أسماء تدريب لكن الأفضلية تتجه صوب المدرب الشاب أحمد صلاح، مشيرا إلى أن الإدارة تبحث عن استقرار مبكر في الموسم المقبل. وتابع المصدر قائلا أن إدارة الطلبة تنتظر حسم تسمية المدرب للبدء في التعاقدات مع اللاعبين الجدد حسب رغبة الجهاز الفني، ويشار إلى أن الطلبة تمكن في الجولة الأخيرة من تأكيد بقائه في الدوري الممتاز بعد الفوز على فريق الكهرباء بهدف دون رد. أعلن اللاعب الدولي السابق رزاق فرحان أن إدارة نادي الكرخ الرياضي تعاقدت معه لقيادة فريقها الكروي
لموسم واحد. وقال فرحان أنه اتفق مع إدارة النادي على كل النقاط المهمة والتي من خلالها يتم قيادة الفريق للموسم الكروي المقبل، وأضاف أنه أبقى على المدرب أحمد عبد الجبار مساعدا له، وسيتم تسمية مدرب مساعد آخر ومدرب لحراس المرمى في من قبل، مشيرا إلى أنه فاتح إدارة النادي للتعاقد مع مدرب لياقة أجنبي كون المدرب الأجنبي سيخدم مشوار الفريق. ودعا مدرب فريق القاسم قصي منير الفريق بعد انتهاء موسم الدوري الممتاز 2020-2021. وقال منير وقام بتوديع لاعبي الفريق بعد خسارته أمام النجف أمس في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، وأبلغ المدرب اللاعبين بنهاية رحلته مع الفريق بعد انتهاء عقده وعدم رغبته بالتجديد هذا. وكان منير قد أنقذ فريق القاسم من الهبوط بعد تسلمه مهمة قيادة الفريق، حيث احتل المركز 15 في جدول الترتيب. اختتمت منافسات الدوري العراقي الممتاز لموسم 2020-2021 بعد موسم طويل وصعب وشاق على جميع الأندية، وشهد اليوم الأخير من الدوري اقتناص فريق النجف المركز الثالث المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا رفقة فريق الزوراء بعد أن ضمن نادي قوة الجوية التأهل المباشر للبطولة المقبلة بعد حسمه لقب الدوري. ملف المشاركات الخارجية للأندية العراقية سيما نادي النجف الذي اقتنص بطاقة الملحق الآسيوي في الرمق الأخير نناقشه في نشرتنا لهذا اليوم، لكن قبل ذلك نشاهد التقرير التالي للزميل حماد الركابي. دوري أبطال آسيا هو المستوى الذي وصلت إليه الأندية العراقية، والثبات في هذه المنافسة يكون للموسم الثالث على التوالي بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي بأن العراق يملك مقعدا مباشرا في دوري الأبطال ونصف مقعدين في هذه المنافسة. لجنة المسابقات قسمت هذه المقاعد، بطل الدوري يشارك بشكل مباشر وهو القوة الجوية، فيما يكون نصف مقعد لوصيفه ونصف مقعد آخر لصاحب لقب كأس العراق أو وصيفه في حال جمع أحد الفرق بين لقبي الدوري والكأس، وهذا ما حصل بالفعل. القوة الجوية بطلا للدوري والكأس والزوراء وصيفا له في المسابقتين، ليذهب نصف المقعد الثاني لصاحب المركز الثالث، وهو مفاجأة الدوري هذا العام النجف بعد أن عاد من جديد لمكانه الطبيعي بين الكبار. إدارة النادي نجحت بتوفير كافة الأمور اللوجستية التي كانت هي العامل الأهم في بقاء النجف ضمن فرق المقدمة طوال الدوري. الأزرق الذي عرف من أين تؤكل الأكتف وكيف يستمر بالانتصارات بشكل متتالي حصد بآخر الموسم ما أراد ووصل إلى المراد بتحقيق بطاقة المشاركة الخارجية، لكن هي مهددة بالانسحاب في حال عدم اكتمال أوراق التراخيص الآسيوية لغزلان البادية. عماد ركابي، العراقية الرياضية. مشاهدينا، ونفتح هذا الملف مع مدرب فريق النجف الكابتن هاتف شمران. أهلا بك في نشرة الثامنة. أهلا بكم، أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك كابتن. كابتن، بداية مبارك لكم التأهل لملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وأيضا حدثني عن المشاركات الخارجية للأندية العراقية، برأيك ما أسباب ضعف هذه المشاركات؟ تفضل. أكيد 100% أن المشاركات الخارجية تعكس مستوى الكرة العراقية. إحنا حقيقة في فرق غرب آسيا وشرق آسيا، فرق شرق آسيا أكو تطور، لأن كانت هذه الفرق مع فرق ذات مستويات عالية جدا، فلهذا السبب أغلب البطولات وأغلب المشاركات يحققون نتائج إيجابية. فرق غرب آسيا منذ بنها العراق احتكاكنا قليل حقيقة، يعني احنا حتى الاستعداد سواء للبطولات بطولات آسيا أو بطولات تصفيات كأس العالم بفرق ذات مستويات أرقى من عندنا حتى بتطور. ف
الآن المشكلة اللي نحس بها الآن المنتخب العراقي، تغيير المدرب خلال فترة شهر ونص ولا شهرين، هذه كارثة، كارثة كبيرة، وبالتالي تعكس ظلالها على مستوى الكرة العراقية. نعم. فيعني نتمنى يكون هناك تخطيط. الآن أغلب منتخبات غرب آسيا وشرق آسيا، يعني حتى أثناء الدوري تمرين للمنتخب، يعني مثلا انه الفريق يلعب الجمعه الدوري مخصص جمعه، ده يوم السبت راحه اجمع المنتخب عناصر المنتخب، يظل على طول السنه الفريق جاهز، وبالتالي راح تكون المنافسه بين عناصر المجموعه موجوده في الاوقات، وبنفس الوقت يكون المدرب عنده فكره موجوده. احنا هاي مفقوده عندنا. نتمنى ان شاء الله يكون الـ الاخوان اللي بالهيئه التطبيعيه عندنا خبراء في كره القدم، يجب ان الخط الصح حتى نصل للمكان اللي يستحق المنتخب العراقي. نعم، طيب كابتن، لماذا في دوري ابطال اسيا نلاحظ هنالك ضعف كبير في نتائج الانديه العراقيه، بينما لو كاس الاتحاد الاسيوي الانديه دائما شاهدها انه تتسيد المسابقه، برايك ما اسباب ذلك؟ والله انا بينت يعني من خلال يعني حديثي بالبدايه بينت الاسباب. الاسباب هو انه يعني فتره الاعداد جدا، الاحتكاك يعني ما يكون بالمستوى المطلوب، احنا حتى نرتقي وانديتنا ترتقي الى مستوى عالي، يجب ان يكون هناك فكر تدريبي عالي بالاضافه الى دوري بمستوى عالي، اضافه الى ذلك يجب ان يكون هناك تخطيط لانه وثبات بالتشكيل. شوفوا انديتنا ينتهي الموسم 50% من عناصر الفريق تكون الى انديه اخرى. اليوم النجاح 50% نجاح اي نادي حتى على المستوى الاسيوي او المستوى العالمي ثبات التشكيل. المدرب لا يمكن ان يطور النادي او مستوى قدره الفريق كتكتيك كاداء تكتيكي اذا ماكو هناك ثبات تشكيل. احنا انديتنا للاسف نهايه الموسم قبل ما ينتهي الموسم 3 مباريات 4 مباريات تشوف الانديه تتحرك على اللاعبين، وكل مدرب يتحرك على مجموعه من اللاعبين ويوصلون افكار، تعال راح نجيبك عندنا وهذا يقول راح يجيبك. هذه امور كلها تاثر على من؟ على الصفاء الذهني للاعب، واللاعب يبقى بعيد عن التفكير السليم، ولا نعم. يمكن ان يطور من نفسه، ولا يمكن ان يرتقي الدوري عندنا، وبالتالي نعم. انديتنا بالخارج نتائجها للاسف غير نعم. جيده. نعم، طيب كابتن، خلينا نتحدث عن فريق النجف بعد ان خاض موسم استثنائي وتوجه الى المركز الثالث، ما الذي يحتاجه النجف حتى يكون منافسا في البطولات الاسيويه المقبله ويكون صاحب تجربه مميزه؟ حقيقه انه انا دراسه قدمتها يعني بال 2007، ويمكن اغلب الاخوان انه يمكن سمعوا هذه الدراسه، والدراسه كانت واضحه حتى تتطور كره القدم ليس على مستوى نادي النجف وانما على مستوى جميع انديتنا بالعراق. اليوم كرة القدم مثل الميزان، معنا مثلة مثل الميزان، وهي سويت بها بحث ودراسة. الميزان حتى يتوازن كفة يمين وكفة يسار، تخلي 5 كيلو على كفة اليمين يوازنها 5 كيلو باليسار. في كرة القدم كفة اليمين عقل يخطط. اللي يوازن العقل اللي يخطط المال، متى ما توفر المال مع العقل اللي يخطط صارت كرة قدم صحيحة عندنا. إذا وجد تخطيط بدون مال، تخطيط على ورق، وإذا مال بدون تخطيط صار مال سائر، يا اللي يجي ينهب من عنده. هاي الحلقة مفقودة، يجب أن يكون عقول عندنا، خبراء عندنا، إمكانيات عندنا، بس ينقصنا الأموال. في بعض الأندية 13 مليار و14 مليار و15 مليار، وفي أندية نصف مليار ما موجود عندها. نادي النجف الآن إحنا بظروف مالية سيئة جدا، يعني لو الان نبحث على الاموال اللي تجي للنادي، سيد المحافظ، رئيس النادي، الاخوان اللي يقدرون يجيبوا ويقدموه، حقيقه هذا مو عمل. يجب ان يكون هناك يعني المال استثمار واضح. انت تعرف كمدرب بنادي النجف الاموال الموجوده خلال الموسم كذا مبلغ، وبالتالي وضع التنسيق سواء عقود اللاعبين، المعسكرات التدريبيه، ما تصرف على التغذيه، ما تصرف على التجهيزات،
يكون واضح عندك وعلى موجب تشتغل وتعمل. نعم. مفقودة عندنا. طيب كابتن. نعم. طيب كابتن، ما هو مصير الكابتن هاتف شمران؟ هل سيستمر الموسم المقبل مع النجف أم لا؟ أنا حقيقة إنه ابن هذا النادي عشت وترعرعت وتربيت في هذا النادي، وأنا هذا النادي جزء من حياتي، يعني رغم إنه 21 سنة بفترة الاحتراف الخارجي، بس من أجل العراق إذا أكو نية أو نية عمل أروح نادي النجف. بس حقيقة أنا عندي جلسة ويا الإخوان أعضاء الإدارة خلال اليومين القادمين، إذا ما توفرت الأمور اللي ممكن أن نسير بها بشكل صح وفق المخطط والدراسات اللي وضعناها، أنا من الممكن أن أعتذر، وأعتذر للجماهير النجفية وأعتذر كل المسؤولين، لأنه هذا الموسم بالذات مرينا بأكو أمور لحد ما حد يعرفها حقيقة. يعني ما معقول لاعب كرة قدم يوصل ثلاثة شهور ونص راتب ما مستلم، فلوس تكسي للتمرين ما عندي، يقول لي كابتن ما عندي فلوس أجي للملعب أتمرن، لاعب آخر يقول لي ما عندي كارت أخلي عبي حتى أتوقع عائلتي، هذه أمور نفسية مؤثرة. ومع هذا بس لخبرتي وتجربتي والتعاون الموجود بين سيد المحافظ والرئيس النادي والهيئه الاداريه، قدرنا ان نلم هذه الامور بظروف جدا صعبه، وصلنا الى مركز احنا فرق عن الوسيط نقطه واحده، واحنا بالمرحله الثانيه متصدري الدوري العراقي. نعم، اذا الكابتن هاتف شمران مدرب فريق النجف، شكرا لانضمامك معنا في نشره الثامنه. تمكن فريق رديف أمانة بغداد من إحراز لقب دوري الرديف بكرة القدم بانتصاره على فريق القوة الجوية بهدف دون رد. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. شهور مرت على دوري الرديف بكرة القدم تميز بطابع المنافسة الكبيرة بين الفرق المشاركة التي كانت تروم الوصول إلى النهائي. فريقا القوة الجوية وأمانة بغداد اجتهدا وقدما أداء مميزا أوصلهما إلى اللقاء الختامي. الفريقان بدأ بسيل من الطلعات تارة للأمانة وأخرى للجوية، إلا أن الأمانة كان الأكثر انضباطا وتركيزا بتطبيقه الخطط المعطاة له، استطاع من تسجيل الهدف الأول عن طريق علي فاضل. الحال استمر والجوية يسعى بترجمة هجماته لكنها لم تغير شيء، اللعب بقي متوازنا فيما بينهم. أسود العاصمة حاولوا تسجيل هدف آخر وكانوا قريبين من تحقيق ذلك. الجوية أغلقوا أبوابهم بنجاح ما أبعدوا الخطر عن مناطقهم. مع هذا بات الصقر الجوي يحارب من أجل كسر هذه النتيجة وإيجاد هدف التعادل، لكنه بقي مفقودا وسط قوة وصلابة خط دفاعات أسود العاصمة. الشوط ينتهي هدف للأمانة مقابل لا شيء للصقور. فتحت أبواب الشوط الثاني برغبات يحاول كل فريق تطبيقها على أرض المستطيل الأخضر. جمالية الأداء أخذت تسري بمفعولها، الصقور أعادوا كل حساباتهم وفعلا كان النشاط واضحا عليهم، شكلوا خطورة على أبناء العاصمة، إلا أن النهاية السعيدة بقيت غير متواجدة. كذلك الحال للمتقدم الذي لعب بتأني وتركيز عال مكنه من دق جرس الإنذار على منافسه، رغم هذا لم يستطيعوا من زيادة هدف آخر. مع اقتراب الدقائق الأخيرة أخذ الأزرق الجوي يضغط وبشكل كبير على أسود العاصمة لكن دون فائدة، بعد أن أحكم الأمانة الأبواب بأقفال قوية لم تكسر بهدف للجوية، ليبقى الأمانة بهدفهم الوحيد. الجو الحار كلش أثر على المباراة، فالحمد لله كانت أكو أخطاء الحكام يعني قليلة، يعني حرمنا من هدف محقق كان هدف التعادل. وبغداد فريق جيد وفريقنا أدى ما عليه، ومبروك لبغداد وهارد كنا وهي كرة القدم. الحمد لله والشكر، احنا هذا اشتغلنا عليه خاصة الدفاع، التطبيق يمكن يومين ثلاثة ايام متتاليه نشتغل على شلون نلزم الخصم والقوة الضعف وقوة الخصم مالنا، فدائما اشتغلنا على الدفاع اكثر شيء ركزنا، بعدين على جوانب الهجوم. فالحمد لله صارت بعد الاخطاء من بعض اللاعبين، يعني ماكو لاعب ما يخطئ فخطا، فالحمد لله تعبنا ما راح بلاش والحمد لله الله وفقنا. بعد المواجهة الجميلة عمت الفرحة كل عائلة أمانة بغداد بإحرازهم هذا الإنجاز، والذي جاء بتعاون وهمة الجميع
والتي أوصلتهم نحو اللقب الذي دخل خزانة النادي. أسود العاصمة استطاعت من التربع على عرش دوري الرديف بعد رحلة شاقة وطويلة تكللت بالنجاح بالحصول على اللقب الغالي والثمين ولأول مرة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. توج فريق شباب الشعلة بطلا لدوري شباب بعد فوزه على نظيره شباب نادي الجيش بركلات الترجيح، ليحرز لقب دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى في المباراة التي أقيمت على ملعب الشالتية، وانتهى وقتها الأصلي بتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. توج فريق الزورة للناشئين بطلا لدور الناشئين الكروي بعد فوزه على الشرطة في المباراة النهائية بهدف دون مقابل. نتابع. مثل ما تعرف احنا عقدنا الامل انه مع الهيئة الإدارية انه الدوري ان شاء الله يحسم النادي الزورة. تعرف هاي الفريق صار لنا يمكن سنة نعد به، وهاي ثمار الجهود اللي اللاعبين الابطال اللي تمرنا وياهم بالشتاء وبالصيف، الحمد لله كل بالدوري، وهذا الفوز نهدي الهيئه الاداريه لنادي الزوراء وجمهور الزوراء. هذا الموسم الطويل تقريبا صار لنا سنه ونص ويا الكابتن عامر قاسم، كابتن رائد مشرف الفريق، وهاي تمينا اللمه الحلوه ويا الجمهور واللاعبين، لمينا افضل تشكيله ممكنه، وان شاء الله حققنا اللعب على نادي الشرطه اللي كانوا يستاهلونها. استحقينا وبجداره 40 مباراه وديات مع دوري احنا فايزينهم، خساره واحده ضد القوه الجويه. فريقنا استحق، مدربينا كانوا ابطال، اعطونا الدافع المعنوي والدافع. مبروك جماهير الزوراء، مبروك الاداره، مبروك لنا كلاعبين. اول مره مبارك لفريق شباب الناشئين الزوراء فوزهم ببطوله الدوري، واعتقد انه فريقنا اليوم قدم مستوى جيد يعني بشهاده المتابعين. كان الشوط الاول والشوط الثاني ضاغط، لكن يعني الفرص ما حالفنا التوفيق بنهاها، وان شاء الله يعني بذور المستقبل موجوده ان شاء الله، وان شاء الله نظل نقدم يعني لاعبين للفريق الاول. هو التوفيق من الله ان شاء الله. كادر التدريبي يعني مقصر يعني من بدايه الدوري، سياق القدم فوز وخساره احنا سوينا علينا بعد. مبروك للزوره وهارد لك الشرطه، الحمد لله على الكحل، ان شاء الله القادم افضل. اكد موفد الاتحاد العراقي لالعاب القوى لطوكيو زيدون جواد ان نتائج الدفعات الخاصه باللاعب دان حسين عن الماده المحظوره لن تجدي نفعا بعدما قامت اللجنه المنظمه للاولمبياد باغلاق تسجيل اللاعبين بشكل نهائي. وقال جواد أن وحدات النزاهة في اتحاد ألعاب القوى العراقية رفعت جميع الدفوعات إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد بخصوص الاستفسارات عن المادة المحظورة التي تم على أساسها إيقاف مشاركة العداء دان حسين، مبينا أن نتائج الدفوعات لن تجدي نفعا كون التسجيل النهائي للاعبين قد تم إغلاقه اليوم من جانب آخر. أيضا أوضح جواد أن العداء الآسيوي طه حسين دخل أول وحدة تدريبية بعد وصول يوم أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا لدخول في أولى منافساته التي ستنطلق في الأول من آب المقبل. النشرة مستمرة وفيها تتابعون.